أما محلياً فكانت الكفاءة المالية متحكمة بشكل كبير في سوق الانتقالات السعودي. إدارات الأندية عملت بأقصى جهدها لتدعيم الصفوف، وفي الفترة الماضية تابعنا تفاصيل الانتقالات الضخمة لعدد من الأندية السعودية. صفقات من الوزن الثقيل في ميركاتو الصيف للأندية السعودية. التحركات بدأت بصورة مبكرة من الأندية، كمان بعض الأندية حسمت صفقاتها قبل نهاية الموسم الماضي. إدارات الأندية تعمل بكل جهودها لتدعيم الصفوف وتحقيق الأهداف المرجوة من الجماهير. الواضح تماماً أن الصفقات كانت بعناية تامة في ظل المتغيرات الحالية، وعلى رأسها شروط الكفاءة المالية. صراحةً في هدوء كبير في عمل الأندية خلال الميركاتو الصيفي، طبعاً نظراً لارتباط ممكن 70% من اللاعبين الأجانب في عقود مع أنديتهم. طبعاً بعد نظام الكفاءة المالية صعب إنه لأحد الأندية أو الأندية إنه تفسخ عقد اللاعب وتحمل النادي عبء مالي كبير يترتب عليها عقد اللاعب. فأشوف هناك يعني استقرار فني في معظم الأندية في موضوع اللاعبين الأجانب. حقيقة جدا يعني بعد الكفاءة المالية كان هناك يعني هدوء مرة هدوء يعني كبير. نلاحظ إنه في السنوات السابقة كان يعني في نفس الميركاتو الصيفي والشتوي كان يعني النادي يغير 70% من اللاعبين الأجانب، 80% الآن يعني انعكس كل شيء. فهذا الشيء يعني إيجابي للأندية باستقرارها مع لاعبتها. الصفقة الأشهر في ميركاتو السعودية كانت في الساحل الغربي. الأهلي تعاقد مع البرازيلي باولينيو بحوالي 8 مليون يورو. باولينيو سبق له اللعب في برشلونة بجوار الأسطورة ليونيل ميسي. أما الصفقة الأغلى كانت لنادي الهلال من خلال تعاقده مع البرازيلي بيريرا بحوالي 18 مليون يورو. النصر دخل بقوة في الميركاتو وتعاقد مع البرازيلي تاليسكا اللي كان قريب جدا من الهلال، قيمة الصفقة تقريبا 8 مليون يورو. كمان خطف صفقة في اللحظات الأخيرة بالتعاقد مع البرازيلي أنسلمو على سبيل الإعارة. في الشرقية الاتفاق خطف صفقة جميلة بالتعاقد مع السويدي كوايسون ب 7 مليون يورو تقريبا. لكن السؤال، يا ترى كيف ممكن تستفيد الأندية من هذه الأسماء فنيا والأهم مالياً؟ كانوا تعاقدات الأندية لنادي النصر مع تاليسكا وأبو بكر إضافة قوية لنادي النصر، وأما بالنسبة لنادي الهلال تعاقده مع نادي مع بيريرا أكيد بيريرا إضافة كبيرة للدوري السعودي. يعني شاهدنا نجوم في الأهلي باولينو، شاهدنا يعني نجوم كبار في أندية كبيرة وقعت معاهم، أكيد حيكون إضافة في الدوري عندنا. هذا ما يشيء يعني يزيد من رفعة الدوري سواء تسويقيا أو ماليا أو فنيا، هذه كلها يعني مصالح الدوري. شاهدنا باولينو في أول مباراتين مع الأهلي قيمة يعني فنية عالية، شاهدنا بيريرا مع الهلال قيمة فنية عالية، ماريكا مع الهلال كذلك يعني إضافة كبيرة لنادي الهلال والدوري السعودي، أبو بكر وتاليسكا. ثلاث جولات من الدوري ليست كافية للحكم على أي محترف، بالتأكيد الجميع يعمل لوضع بصمته في النادي اللي تعاقد معه. الوسط الرياضي ينتظر الكثير والكثير من أداء ونتائج تنعكس على المستوى الفني للأندية بصورة إيجابية، وكذلك على مستوى المسابقة بصورة عامة.